بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع الأحاديث النبوية الشريفة، مع الأحاديث النووية الأربعين. وفي الحديث 23 هو حديث من جوامع كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم. يرويه أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم في صحيحه. حديث جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمور كثيرة، لكنها كلها تصب في الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. كيف تستقيم؟ الطهور، وكلمة طهور معناها الماء الذي نتوضأ منه، وكلمة طهور معناها عملية الوضوء نفسها. فالطهور الآلة، مثل الوقود، السحور بالفتح الآلة، وبالضم العملية نفسها. فهنا يقول: الطهور شطر الإيمان، يعني كونك تكون على طهارة دائمة مستعدة للصلاة، إذن فأنت لا تفوتك صلاة، لأن أغلب التكليف والمشقة هو في كونك لست متوضئا. إذن فالحدث يكون بالضم: وقود، سحور، طهور، وضوء. أما الآلة فتكون بالفتح: طهور، وقود، سحور، وضوء. معناها معنى الوضوء الماء، معنى الطهور الماء أو التراب، معنى السحور الأكل الذي نتسحر به. عملية الأكل نفسها بقى كوني باكل، يبقى السحور. الطهور بالضم يبقى الحدث. شطر الإيمان، نصف الإيمان، لأنك تكون مستعدا للصلاة دائما. والذكر مهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طريق الله بالذكر والفكر. ماذا نذكر؟ علمنا رسول الله بماذا نذكر. الحمد لله، سبحان الله، والحمد لله تملأ الميزان. يبقى إذن لابد أن نشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وسبحان الله والحمد لله، وكان يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكر علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش الميزان بقى بتاع يوم القيامة، لا، دي تملأ ما بين السماوات والأرض. يا دي واسعة قوي بقى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والصلاة نور، إذن من ترك الصلاة أصبح في الظلام. ولذلك يجب علينا جميعا أن نتمسك بالصلاة، لأن الصلاة نور. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر،
والله يعلم ما تصنعون. كل من لم يصلي عليه أن يعود نفسه على الصلاة حتى يكون قلبه معلقا بمواطن السجود، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ستستقيم حياتك، سترى برنامجا يوميا آخر. حافظوا على صلواتكم فإنها علامة الإيمان. والصدقة برهان، وكان سيدنا رسول الله يقول إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول صلى الله عليه وسلم الصدقة تدفع البلاء. وكنا نرى أحدهم وقد أسرف على نفسه من الذنوب إلا أن الله سبحانه وتعالى كان ينجيه بطريقة غريبة من كل ملمة ومهمة. وسألنا مشايخنا كيف هذا على هذا الحال من الذنوب والمعاصي، فكانوا يقولون لنا يكثر من الصدقات، لم يرد سائلا قط، فكان الله ينجيه من كل كرب بالرغم من أنه ليس من الأتقياء الأنقياء. فالصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، فندعو الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. كل الناس يغدو يعني في الصباح يخرج بيبيع نفسه، فإما يبيع نفسه بالرخيص يا إما يبيع نفسه بالغالي، فإذا تمسك كان من الغالين، وإذا فرط في نفسه كان من القالين. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.